أدب الرحلات أو الكتب اللي بتتكلم عن السفر من أكتر أنواع الكتب اللي بحب أقراها. كل ما بشتاق للسفر بقرأ فيه، لأنه بيدخلك في مود السفر، وكمان بيديلك أفكار لوجهات جديدة، وبيديلك خبرة الكاتب في البلد اللي زارها. الكتاب اللي أنا اخترته لكم النهاردة هو أكتب إليكي من بلد بعيد للكاتب المصري علاء خالد، ومن إصدار دار الشروق. الكتاب مقسم لست فصول، كل فصل فيه بلد مختلف. وأحلى حاجة في الكتاب إن هو في فصل المغرب كان أطول فصل، كان 100 صفحة تقريبا. يعني الكاتب استرسل جدا في الحديث عن المغرب وذكر تفاصيله وتاريخه، ودي حاجة احنا بنحبها طبعا. الأماكن اللي زارها بالترتيب كانت المغرب، البرازيل، مارسيليا، الجزائر، لوس أنجلوس، وأخيرا اليونان. المميز في الكتاب ان الكاتب مش بس بيوصف تجربته كأماكن سياحية وكأكلات مشهورة والحاجات اللي كان بيشوفها هناك، لا، ده كان بيروح لمستوى اعمق من كده بكتير، وبيحلل كل حاجة، بيتكلم عن الناس نفسهم وطبيعة المكان وتاريخه، وبيربط شخصية كل شعب وتأثيره على حاجات زي المعمار وزي شكل المدينة وتخطيطها. يعني مثلا مدينة زي فاس في المغرب تعتبر مجتمع متجانس ومتضام، يعني الناس كلها جاية من باك جراوند واحدة، والعائلات مترابطة ومتكاتفة، والجار بيحب يساعد جاره، فشخصية المجتمع أثرت على شكل المدينة بتاعتهم وخلت البيوت جنب بعضها، والشوارع والأزقة يعني متلاصقين وضيقين ومتعرجين، وحتى تصميم البيوت نفسها بيحترم الطبيعة والمناخ بتاعهم، وكمان بيحترم تقاليد المجتمع. فمثلا البيوت التقليدية لازم يكون فيها فناء داخلي وبتفتح عليه كل الأوض، مش بتفتح الشارع، وبكده يكون دخلوا إنارة وتهوية طبيعية، وكمان حققوا الخصوصية إنه يعني الشارع ما يكونش مفتوح عليه الأوض. نيجي بقى لمثال عكس كده تماما ذكره الكاتب، وهي مدينة لوس أنجلوس. المدينة دي متعددة الجنسيات والأعراق، فيها كل حاجة، فيها الأسيويين، فيها المكسيكيين، فيها اللاتينوس والعرب وناس من أصول أوروبية، ففيها كل حاجة. وطبعا كل الأعراق دي بتكون عايزة تبني لنفسها مجتمع خاص بيها، وبالتالي ده انعكس على تخطيط المدينة. المدينة متعددة الأنوية وفيها كلاسترز، كل كلاستر فيه خدماته، ويعني بيشتغل بشكل منفصل وشبه مستقل عن باقي الكلاسترز التانيين، وده بيتيح لكل عرق ان هم يتجمعوا في منطقة لوحدهم ويعملوا المجتمع الخاص بيهم وبشكل شبه مستقل عن باقي الأحياء المجاورة. باختصار، اللي بيحب السفر هيستمتع جدا بالكتاب ده، لأن الكاتب أبدع في تحليل شخصية المكان وشخصية الناس نفسها، وكمان كان بيقارن بين المدن وبعض، وبيجرب يفهم الأسباب اللي أدت إن كل مدينة من دول يتبنوا بشكل مختلف. كمان الكاتب غطى قارات مختلفة جدا عن بعض، يعني بين الجزائر واليونان ومثلا البرازيل وأمريكا، دي كلها دول مختلفة جدا عن بعض، فغطاهم كلهم بشكل جميل. دي كانت لمحة سريعة وخاطفة عن محتويات الكتاب. الكتاب أعمق وأكبر من كده بكتير، ومليان تفاصيل، وأكيد أكيد لو بتقروا في النوع ده من الكتب اكتبوا لي تحت في التعليقات الكتب اللي قرتوها في المجال ده. وكالعادة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وأشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. باي باي.